في مدن عادية بهذا العالم صممت بشكل عادي، ولكن في مدن تصممت مختلفة عن كل مدن العالم، تصممت بطريقة تبهر العالم. كاتالونيا. نحن في برشلونة. كيف كانت شكل المدن زمان؟ زي ما بتشوفوا بالأفلام، كانت قلاع وسور بحوط المدينة أيام الحروب. حتى صارت المدن تنتقل شوي شوي لمدن حضارية، urban cities. ومدينة برشلونة كانت مدينة قذرة، والناس بتموت فيها ومعدل عمر الإنسان 30 سنة في القرن الـ18. حتى إجا المصمم سيدرا سنة 1859 وأعطاهم تصميم حضاري للمدينة ليحولها لمدينة حضارية ويلغوا سور المدينة. واسم التصميم هيك بالإسباني، وبالإنجليزي اسمه The Extension، واللي معناه التمديد أو ملحق. زي عنا بالبيت بنسمي الغرفة الإضافية للبيت ملحق. عمل تصميم مستطيل وشوارع عريضة، استخدم كتل رباعية بحجم واحد كلهم على ارتفاع واحد لتكون بينهم ساحة وحديقة صغيرة، وبسهل حركة المرور وبسمح أن تدخل أشعة الشمس والتهوية لجميع المباني. حتى سنة 2014 إجا مهندس اسمه سلفادور صمم شغلة المدينة خلاها شوي عجيبة، شغلة اسمها السوبر بلوكس. تصميم، يعني هو ديزاين تصميم للمدينة حتى يخفف من السيارات والتلوث ويخلوا مساحة للمشاة والدراجات. في كل جزء من المدينة فيها 6 مكعبات أو كتل أو مجمع سكني بياخدوها وبيمنعوا الباصات وبيخلوا السيارات بسرعة 10، ويعطوا للسكان والعروض والدراجات لياخذوا راحتهم. حتى سنة 2018 طبقوها بمعظم المدينة. في كل جزء من المدينة راح تلاقي سوبر بلوكس، هاي المربع 6 مكعبات. To reduce traffic in the city and give citizens a chance to truly enjoy it. في كل جزء من المدينة ما خلوها متصلة ببعض عشان الباصات والسيارات تقدر تمشي بالجهات الأخرى، يعني من سوبر بلوكس. Many other neighborhoods asking for a super block. هو يعني الفكرة منه إعطاء أولوية للمشاة للناس أكثر من السيارة. المدينة كثير تصميمها حلو، ولكن فيها أقدم كمان مشروع أو تصميم بالعالم، ساجرادا فاميليا. إلى الآن ما خلص، أقدم بروجكت لسه ما خلص بالعالم. يعني مثلا شفتوا مثلا عنا إحنا في الأردن في عمارتين قاعدين نشتكي إلى أكثر من 10 سنين ما خلصت. بدأ بعام 1882 وإلى الآن ما انتهى، واللي هو اسمه ساجرادا فاميليا. هذا المشروع عمره ما حيخلص شكله. والسبب خلينا احكي لكم السبب. The beginning is in 1882. 1882. Yeah. Never finished. Never. We when... hope one day. Never. Sagrada Familia. We hope. صممها المهندس المعماري الكتالوني غاودي. أنتوني غاودي. هو جزء من احد موقع التراث العالمي. غاودي المصمم توفى عام 1926، وهذا يعني حاولوا انهم يخلصوه ما خلصوه. راح احكي لكم ليش ضل اكثر من 150 سنه، لانه لما مات المصمم وكملوا البناء على نفس مخططاته ورسوماته، ولكن عام 1936 توقف البناء 16 سنه بسبب حرب اهليه في اسبانيا. بعدين لقوا المخططات تمزعت فما قدروا يكملوا المبنى، اتورطوا وظلوا 15 سنة يجمعوا بالمخططات، وما عرفوا المهندسين يكملوا هالمبنى واللي هو كنيسة، وبيحكوا انه راح يخلص بعام 2026. حتى لما رحنا عنده كان في رافعات ولسه شغالين عليه، يعني هيك بكون مر عليه 100 سنة على وفاة غاودي. وطلعوا لما تيجوا مثلا من الخلف كيف شكله رهيب يا أخي. مش البروجكت عندنا فقط البوقف، حتى هون
تخيل بعد 100 سنة كل الناس اللي قبل 100 سنة راحوا تغيروا هو لسه واقف ما خلص. غير هيك الكامب ناو، هسه احنا رايحين وين؟ على الكامب ناو طبعا برشلونة الملعب. ميسي راح بس لسه بتضلها بالمدينة هاي. كتالونيا هي اقليم وبتمثل 20% من اقتصاد اسبانيا، عشان هيك اسبانيا مش راضية انها تنفصل. برشلونة مش محتاجة اسبانيا ودائما بتحاول تنفصل كتالونيا عن اسبانيا. وعندهم لغة كاتالونية خاصة فيهم، وعشان هيك قصتها كيف خلوا الفريق انه هم يحاربوا، لانه هاي كاتالونيا بدها تستقل من اسبانيا، فكان الفريق لهم تبع برشلونة انه هو تعبير لهم انهم يفوزوا ويستقلوا. سلامات يا شفشاول. سلام حبيبي شفشاول مرة شفشاول. وعشان هيك تحولوا من الحرب المعتادة الى حرب في كرة القدم. وهذا الكامب ناو وفريق برشلونة بالنسبة لهم ملعب الكامب ناو يا اخوان، دائما نحضر مباريات فيه هيو، بس ما له طعم بدون ميسي. هذا اللي بيمثل كاتالونيا، الناس هم بتحارب عشان الاستقلال عن طريق فريق، يعني عشان هيك بشوف في تعصب كثير في الكرة هون لما يلعبوا مع مدريد او مع الفرق الثانية الاسبانية. ليش التعصب؟ لانه بالنسبة لهم هي الحرب هسه ب 2020 او 2021، الحرب هسه بالعصر هذا عشان يحسوا بالاستقلالية بالكرة القدم. اوكي يا اخوان، انا خلصت المونتاج للفيديو، حاليا راح احكي لكم انه كل الاصوات اللي استخدمتها بهالفيديو من ميوزك من ساوند افكت، الساوند ديزاين اللي شفتوه تحت هذا بالفيديو اللي بعمله، صوت المطار صوت الشارع، كل هاي الاصوات انا بستخدمها من ابديميك ساوند. الي اكثر من سنه ونص الى الان الحمد لله ما بيجيني لا كوبي رايتس ولا حدا بتعرض لي قناتي وياخذ كل فلوس الفيديوز. ليش؟ لان انا مشترك معهم، طبعا هم معطيني الاشتراك لاني انا امباسادور معهم. هسه حاليا حكوا معي حكوا لي بدهم يكونوا رعاه لفيديو تبع برشلونه، عن جد شكرا لهم، واضغطوا على اللينك راح تلاقوه اول إشي بالوصف. وبس ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، لا تنسوا تشتركوا بالقناه ضروري جدا، كثير يعني نتعب عشانكم.